السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمعينا على إذاعة الفجيرة من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة في برنامجكم مدفع الإفطار ليأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك قبل موعد أذان المغرب مشيئة الله تعالى. نتكلم هنا عن موضوع بسيط من ثم ناخذ جولة أسئلة مع الحضور الكريم، وهي دعوة لكل الناس اللي قاعد يشوفونا الحين إنهم يجون ويشاركونا مع أبنائهم في هذا البرنامج وراح يربحون ويستمتعون معنا في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، اليوم راح نتكلم عن القرآن الكريم، وهذا نحن في شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، والشهر الوحيد اللي ذكر في القرآن الكريم هو شهر رمضان المبارك، حين قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فنعم مشاهدينا الكرام، إن هذا الشهر اللي لابد إن نحن نقرأ فيه القرآن ونكسب الأجر، وكل أجر في شهر رمضان المبارك يتضاعف، فما بالكم بهذا الشهر شهر القرآن الكريم اللي نحن نختم القرآن الكريم فيه ونتدبر في آياته. فهي فرصة مشاهدينا الكرام إن نحن نحاول نختم القرآن الكريم مرة أو مرتين، نحاول إن نحن ما نبتعد عن كتاب الله تعالى. هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن نستغل الساعات، نستغل الدقائق اللي موجودة في قراءة القرآن الكريم، في تدبر الآيات، في آيات الكريمة، آيات رب، آيات الرب سبحانه وتعالى. فمشاهدينا الكرام، خلونا ناخذ جولة مع الناس اللي موجودين هنا ونتعرف عليهم اليوم ونشوفهم اللي موجودين معانا. أول شيء نتعرف عليك، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ مجد. من وين يا مجد؟ من فلسطين. صف كم يا مجد؟ رابع. أي مدرسة؟ أكاديمية. مجد، اليوم نحن في شهر رمضان المبارك وشهر القرآن الكريم، صحيح؟ شو تنصح الناس انهم يشتغلون الوقت هذا في قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته؟ انه لازم يقرأوا القرآن الكريم وما يفطروا في شهر رمضان، لازم يصوموا. زين، لو الواحد صغير عادي يصوم نص يوم؟ اذا كان قادر بيقدر يصوم نص يوم عادي. زين، على أساس النصيحة الحلوة هذه نقدم لك هدية، نحن تذكرتين دخول لحديقة دريم لاند لشخصين. مستانس تروح تودينا وياك؟ اوكي، وبعد مستمرين، نحن مستمرين. انا اللي بختار. والحين السؤال من القيادة العامة، تعال السؤال اللي مقدم القيادة العامة لشطط الفجيرة. وش نتعرف عليك؟ احمد. صف كم يا احمد؟ سابع. اي مدرسة؟ مدرسة الامارات الخاصة. مدرسة الامارات الخاصة. احمد، السؤال اللي هو من القيادة العامة لشطط الفجيرة، ما هي عاصمة دولة الامارات التاريخية؟ ابو ظبي. لا، العاصمة التاريخية راس الخيمة ولا عجمان ولا أم القوين؟ راس الخيمة. راس الخيمة صح ولا غلط؟ أنا أقول صح، يعني لازم يكون صح. هي جلفار عاصمة تاريخية لدولة الإمارات، تشتمل الجائزة من الشرطي اللي موجود هناك، وهذه الجائزة مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الشرطي اللي هناك تستلم جائزتك منه. ما زلنا مستمرين معاكم، نحن ما زلنا مستمرين معاكم. أنا اللي بختار، مستمرين معاكم. نتعرف عليك؟ جنى. من وين يا جنى؟ من مصر. صف كم يا جنى؟ رابع. جنى، قريتي من القرآن الكريم ولا ما قريتي؟ قريت. أي جزء واصلة؟ تبارك. جزء تبارك؟ يعني لسه بتختمين القرآن ولا لتوج بادية شوي شوي حبة حبة؟ حبة حبة. زين، وين تصلين التراويح؟ داخل المسجد. داخل المسجد. دوما بعد التراويح حاولي إنك تقرين شوية من القرآن الكريم، إن شاء الله تقدرين تختمينه لين قبل العيد، أوكي؟ يعني نعطيك الجائزة على أنك أنت بتقرين إن شاء الله. هذه جائزة، هذه جائزة من مركز هنوفر الطبي. تفضلي يا جنى. شكرا لك يا جنى. زين، فنحن مستمرين معاكم ونتعرف عليه الشخص اللي موجود هنا. أنا اللي بختار. نتعرف عليك. أحمد. من وين يا محمد؟ السودان. صف كم؟ سادس. أي مدرسة؟ Our own English. تقدم، خليه يتقدم عشان تطلع في الكاميرا. تعال تقدم عشان تطلع في الكاميرا. محمد، أول بيت بني في الإسلام؟ اختيارات. الكعبة المشرفة، صح أم غلط؟ صح. صح، بني على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجائزتك مقدمة من القيادة العامة لشطط الفجيرة، تستلمها من هناك. إنزين، أنا بختاركم. أنا شفت شو اسمك؟ جنى. من وين جنى؟ من مصر. من مصر. تعالي يا جنى، انت لانك صغيره خاف ما تطلع من الكاميرا، بس جنى مسموع لها. جنى، انت صايمه اليوم ولا مو بصايمه؟ صايمه ولا مش صايمه؟ لا. لا، زين نص يوم مش صايمه؟ لا، بصوم نص يوم. بصومين نص يوم؟
تقرين لنا شيء من القرآن الكريم؟ إيه. شو حافظة من القرآن؟ حافظة سورة الفجر. يلا اقري لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. الله عليك الله عليك ما شاء الله عليك. أنت صف كم؟ كي جي تو؟ أي مدرسة؟ مدرسة الأكاديمية. مدرسة الأكاديمية في الفجيرة؟ خلاص هذه جائزة مقدمة تعطينها لبابا ولا أنت بتاخذينها؟ أنت عطيه لبابا وبعدين أخذي من بابا شو اسمه فلوس، أوكي؟ هذه جائزة مقدمة من مروان عباس للسيارات. قولي شكرا. شكرا. قولي تابعوا برنامج مدفع الإفطار على قناة الفجيرة. تابعوا. صوت أعلى. تابعوا. تعالي. إنزين منو حاب يوجه لنا دعوة قبل لا نختم ولا ها؟ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم من كان له حاجة أمنية فيها خير لك يا رب العالمين فيسره له يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الرحيم الرحوم، اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الأجر، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا بلادنا يا رب العالمين، اللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم احفظ أمهاتنا، اللهم احفظ آبائنا، اللهم ارحم من رحلوا منهم واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم اشفي لنا والدنا وقائدنا واحفظه لنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا والدنا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي واطل في عمره يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسرها. تقبل الله صيامكم وتقبل الله صيامكم يا رب العالمين إفطارا شهيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن ندفع جاهزين المراسل الثلاث سيد استلال سيد حسن ندفع.